الله بيتعامل بطرق متنوعة غير محدودة هذا لا يسعني أن أذكر الآية الموجودة في سفر الخروج إصحاح 23 والآية من 20 إلى 23 بس عاوز أقرأ جزء منها هأنذا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجي لك إلى المك بك إلى المكان الذي أعددته بكمل بقول لأن اسمي فيه اسم الرب في الملائكة وطبعا هذه البشارة لابد أن الملائكة تحمي عادة لما منروح على عين كارم وين مريم زارت أليصابات بي بيسألوني طب كيف شاب صغير عمره 15 سنة أو 16 تترك الناصري وتمشي لوحديها في جبال يهوذا ما كانت خايفه لا ما كانت خايفه لانها كانت محميه بجيش من الملائكه لتتميم مقاصد الله وعندما ذهبوا الى مصر كمان كانوا محميين من الملائكه بغض النظر شو ممكن يواجهوا من مخاطر الطريق او اللي راح يواجهوه في مصر ولكن الله دايما بيرسل ملاك حتى يحفظ وحتى يحمي لاحظ الكلام لأن اسمي فيه